طيب خليني ناخد موضوع حرج شويه. هنتحرك برضو ايه المحافظات، يعني عندنا حاجه في المنوفيه وبعدين تابعتوا حضراتكم ما قلته عن الشيخ محمد سعيد رسلان. يوم الاربعاء اللي فات بعد ما خلصنا وكنا بنستعرض حقيقة ما يجري من صراع بين الأزرع السلفية في مصر، وزارة الأوقاف أصدرت قرار بإلغاء تصريح خطابة محمد سعيد رسلان ومنعته من صعود المنبر. هو الراجل كان بيخطب في المسجد الشرقي في قرية سبك الأحد بالمنوفية، وله جمهور كثير جدا يسعى خلفه ووراءه. أول حاجة الناس ربطت ما بين الكلام اللي احنا قلناه ومنعه من الخطاب، وتوالت بقى يعني الناس مخلصين جدا أتباع محمد سعيد رسلان في الدعاء والحسبنة وتحميلي أنا تبعات هذا القرار. أول حاجة، لو أن وزارة الأوقاف استجابت لما قلته ومنعت محمد سعيد رسلان من الصعود إلى المنبر فده شيء ما يحزنيش، بالعكس يسعدني، يعني ما لن أتنكر له. لكن الحقيقة إلى جوار ما قلته كانت في أسباب أخرى خاصة بوزارة الأوقاف، لأنها لما قررت منعه قالت أنه منعه من صعود المنبر لمخالفات إدارية، وأنه لم يلتزم بموضوع الخطبة، وأنه لا أحد فوق قرارات، يعني مفيش حد مهما كان شأنه فوق القانون. يعني الأوقاف تلغي تصريح خطابة السلفي محمد سعيد رسلان وتمنعه من صعود المنبر. قالت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطي أو اتخاذ المنهج لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد. كويس، ده القرار. الحقيقة أنا عجبني جدا موقف محمد سعيد رسلان، وقلت أنه موقف عاقل، لأنه هذا الرجل الشهرة اللي عملها والتأثير اللي عمله مش من فراغ، هو رجل ذكي، وأعتقد أنه براجماتي كمان، يعني اللي هو إيه، الأوقاف خدت قرار بمنع صعوده إلى المنبر. ناس كتير من أنصاره يعني أرادوا أن يسلكوا مسلك البلطجة وبدأوا يقول لك لا، ولن يستطيع أحد أن يمنعه من الصعود إلى المنبر، وسنقف وسنطالبه بالصعود وسنمنع أي حد يجي وكلام ده كله. وكان في حالة من التربص أو التوقع أن في أزمة هتحصل يوم الجمعة في المسجد الشرقي في سبك الأحد في المنوفية. استبق محمد سعيد رسلان ده وطلع بيان كان لطيف جدا، كويس، يعني هو ايه، وبعدين قال استخدم فيه اللغه اللي زي ما بقول لحضراتكم تدل على ذكائه وبراجماتيته في نفس الوقت، راجل عملي. فقال ايه في هذا البيان اللي اقراه لحضراتكم، لان احنا قدام موضوع الحقيقه مهم وتظهر اهميته في اللي هنقوله بعد كده. هو قال الشيخ محمد سعيد رسلان: لا يخفى عليكم ما يمر به وطننا الحبيب من الاعاصير والمحن والمؤامرات والفتن، لذلك يجب علينا أن ننظر إلى ما قدره الله تعالى وقضاه مما يؤلمنا ولا يوائمنا من جهتي الشرع والمصلحة. من جهة الشرع زي ما بيقول الشيخ رسلان: فالواجب عند الإصابة بالمكروه أن نصبر ونسلم لقضاء الله وقدره، وأن نعلم أن ما أصاب العبد فإنما هو بذنبه، فيتوجه لومنا لأنفسنا ونحدث لله تعالى توبة نصوحة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن جهة المصلحة كما يقول: فإن ولاة الأمر مسؤولون عن مصالح البلاد والعباد أمام الله ثم أمام الناس والتاريخ، وهم أدرى بمصلحة البلاد منا وأبصر بها عينا، فلا نفتات عليهم ونسمع ونطيع لهم ما لم يأمروا بمعصية. لا يجوز أن يتناول أحد وزير الأوقاف بكلمة خشنة فضلا عن الكلمة النابية،
وما قدره الله تعالى وقضاء اختبار لأصحاب منهاج النبوة في التطبيق العملي بعدما أدوا ما عليهم من البيان العملي فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. أسأل الله تعالى أن يختار لنا ما يصلحنا وأن ينعم علينا بما ينفعنا وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صالح البلاد والعباد وأن يحفظ مصر من كل فتنة وسوء ومحنة وشر وأن يبارك في أبنائها حتى تشرف بهم كما شرفوا به. فأرجو كل من يشهد الجمعة غدا، وكان بيتكلم الكلام ده يوم الخميس آخر نهار، فأرجو كل من يشهد الجمعة غدا في المسجد الشرقي أن يجعل السعي إلى الصلاة عبادة والنطق بالكلام ذكر وإنابة وأن يضبط اللفظ في محله بما يحبه الله ويرضى. فهنا الـ الـ الشيخ رسلان عمل بيان عاقل جدا ومحترم جدا وراقي جدا. الأوقاف خدت القرار، نحن نمتثل له، وأعاد الأمر لنفسه وقال لك يعني إذا كان في ابتلاء فأكيد يعني في ذنب هو ارتكبه أو. فالراجل نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تحدث لأنه أنصاره وأتباعه ومريديه كانوا عايزين يعملوا مشكلة، فدي نشكره فيها جد. طيب اللي حصل إنه يوم الجمعة راح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وأدى الخطبة، والشيخ محمد سعيد رسلان بعد الخطبة وقف واتكلم مع الناس، اتكلم مع الناس وعدت المسألة بسهولة. يعني دي صورة اهي قدام، ده وكيل الأوقاف الدكتور أحمد عبد المؤمن بيخطب الجمعة في مسجد الشيخ رسلان، وبعد الخطبة بقى ما خلص كده التزم الشيخ رسلان، وقف الشيخ رسلان في المسجد واتكلم مع الناس اللي موجودين تأكيدا على موقف اهو. يعني يمكن الفيديو ده المصدر الوحيد اللي حصلنا منه عليه، صوت الشيخ رسلان ما كانش واضح، لكن مثلا قال ايه؟ قال ايه؟ قال من اراد ان يعمل لنفسه فليفارقني، ومن اراد ان يعمل لله فهو على رأس. كلام حلو جميل. وبيقول لا يجوز ان يجرح مسؤول، فهل هذا ما تعلمناه؟ نحن تعلمنا ان نحافظ على بلدنا. وقال كمان الشيخ رسلان الحفاظ على مصر في هذا العصر هو عين الحفاظ على الاسلام، واذا انهارت مصر انهارت الدول الاسلاميه كلها في الليله التي تسقط فيها مصر. وبعدين بيقول وصف الامر بقى الشيخ رسلان، لانه ده مهم جدا، وصف الامر بانها مساله اداريه، وقال هل اتهمنا احد اننا ضد البلد او اننا نخرب او اننا لا نامر بالمعروف او لا ننهى عن المنكر. فبكلمته دي الشيخ رسلان قال ببساطه شديده جدا المساله يا جماعه مساله اداريه من وزاره الاوقاف، ومفروض ما نحملش الحكايه اكتر مما تحتمل. طيب لقينا او توقفت عند رساله على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه البرنامج على الفيسبوك، من الاستاذ لويس ويليام حبيب. هنا انا هدي للشيخ رسلان كل حقه وشهاده الناس فيه، وهقول لحضراتكم راينا في الموضوع كله عامل ازاي. يعني الاستاذ لويس ويليام حبيب هو بيعمل مدرس في مدرسه سبك الاحد للتعليم الاساسي، يعني في البلد بتاعه الشيخ رسلان. مقيم بسبك الأحد أشمون، هو بيقول وجار للدكتور رسلان، ومنزلي ومنزل الدكتور رسلان بجوار كنيسة السيدة العذراء بسبك الأحد. وبيقول موجه كلامه لينا، يعني بيقول صدقوني لو الدكتور محمد الباز عمل حلقة مع الدكتور رسلان لتكون لها أصداء قوية جدا وستحقق نسبة مشاهدة عالية جدا. وبلغه الدكتور محمد أنه ممكن ياخد آراء ناس كتير من البلد وأكون ملازم له، وما سيطلبه سينفذ، وممكن يعمل لقاء مع كهنة كنيسة سبك الأحد لو وافق، وإذا وقته لا يسمح ممكن نرتب ونيجي الاستوديو مع الدكتور رسلان. طيب بيقول إيه بقى شهادة مواطن مسيحي في الدكتور في الشيخ رسلان؟ بيقول إنه الشيخ رسلان إنسان آخر غير الذي تحدثت عنه، فهو إنسان بمعنى الكلمة وطيب القلب، والذي يكلمك هو جار له ومسيحي كمان، وزوج أختي كائن الكاهن الكنيسة أبونا بسادة، وحما أختي الأخرى الكاهن الآخر بالكنيسة، وهو أبونا صموئيل، واسمي لويس ويليام حبيب. سأذكر مواقف للشيخ رسلان. واحد، حكم بالحق بيني وبين جار مسلم ونصرني عليه بالحق.
ساند قرار بناء الكنيسة وقال قوله الشهير: يا ريت تبنوا كنيسة تليق بأبناء سبك. كان يرسل ابنه عبد الرحمن ومجموعة شباب للاطمئنان على الكنيسة وحراستها أيام الثورة. استضافوا حفر الأساس الخاص بالكنيسة لما رفضوا الجلوس بالكنيسة أثناء الراحة. فهل إنسان بهذا الذوق والأدب والأخلاق يصنع فتن إلى جانب دفاعه عن بلده وجيش بلده؟ أرجوك أبوس إيدك، يعني عفو يا سيدي، رد عليا ضروري، ولو عايز لقاء مع كاهنة الكنيسة لقد عرضنا عليه الخروج لتأييده فرفض رفض قاطع وقال أنصاع لأولي الأمر، أرجوك حافظوا على الدكتور رسلان. وبعدين بيكمل برضه بيقول: لو دخلت بيت الدكتور رسلان ستجد نفسك أمام إنسان زاهد في الدنيا بحق وكلامه ينفذه على نفسه قبل أن يعز به غيره، لذلك نحبه بكل قلوبنا مسيحيين ومسلمين. أمام الله لم يغمض لي جفن أمس ولم أنام حينما علمت بهذا الخبر، طبعا خبر إيقافه عن الخطاب. طيب هنا دي شهادة حق، يعني ده مواطن مسيحي موجود هناك بيشهد لي الشيخ رسلان هذه الشهادة العظيمة. طيب ايه المشكلة؟ فين المشكلة بالظبط؟ في ناس قالوا انه دي اخرة خدمة الشيخ رسلان للبلد وانه هاجم يعني وكشف الاخوان المسلمين. هنا مش عايزين نعمل خلط للاوراق. كويس؟ هو يعني يهاجم الاخوان المسلمين قناعة بضلالهم لانهم يخالفون منهجه. وعايز اقول لكم انه الشيخ رسلان عنده خطبة عظيمة جدا في كشف زيف وضلال وتلفيق ونفاق الاخوان المسلمين. كويس، ده لا احد ينكره عليه. الجماعة الارهابية كالعادة يعني بدأت تصطاد في الماء العكر، اللي هو يقول لك شفتوا بقى بعتوا الشيخ رسلان، فتلاقي الخبر مثلا على الجزيرة. كويس، الاوقاف تمنع، هوري لحضراتكم يعني المسألة. فالجزيرة مثلا يقول لك ايه: الاوقاف تمنع سعيد رسلان من الخطابة والقاء الدروس. وبعدين شبكة رصد الإخوانية يقول لك: رغم دعمه للسيسي، خلي بالكم، رغم دعمه للسيسي منع محمد سعيد رسلان من الخطابة والدروس بالمساجد. يطلع الراجل اللي هو الشيخ محمد الصغير ده، هو صغير عقلا واسما يعني، يقول لك: وزارة الأوقاف قررت إيقاف محمد رسلان عن الخطابة ليس لأنه رأس المدخلية في مصر أو لما يبث من ضلال وما يروجه من الباطل في تقديس الحاكم الفاسد، وإنما لأنه تجاوز الحد في النفاق أو طبل في غير الاتجاه المطلوب. طب بذمتكم يعني هنا تقدر يعني لو واحد تجاوز الحد في النفاق ما حدش هيعاقبه، يعني ما حدش هيعاقبه خالص يعني. وبعدين الراجل اللي هو أبو التاريخ بقى، اللي هو محمد الجوادي اللي هو أبو التاريخ ده، بيصور نفسه يعني إنه حاجة عظيمة جدا. فيقول لك إنه بيقول إنه سعيد رسلان هو عبد الميكروفون، وإنه اسألوا الله، ولكن اسألوا الله العافية واعلموا أن عبد الميكروفون لم يوقف بسبب سوء نفاقه وإنما خوفا من أن، مش كاملة التعليق ده يا جماعة بتاع الأخ محمد جواد. طب نصدق إحنا محمد الصغير اللي قالك يعني الراجل زود في النفاق، ولا محمد جوادي اللي هو الراجل ما نفقش؟ الحقيقة إيه؟ الحقيقة انه هذا الموقف موقف يدل على يعني تهافت وهزال الجماعة بتوع الاخوان. ليه؟ لانه جماعة هنا دولة يحكمها القانون الان، ده اللي هم مش متخيلينه او مش متصورين. الراجل اخطأ خطأ اداري، خطأ اخذته عليه وزارة الاوقاف فاوقفته عن الصعود للممر. ولو معانا يا جماعه الشيخ جابر طايع يعني، لانه رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، طب تليفونه مقفول، منعوا الراجل وقفلوا التليفون. ماشي، في عندهم اسباب وجيهه جدا لمنعه. اللي الناس مش واخده بالها منه سواء انصار محمد سعيد رسلان او اعدائه اللي هم من الاخوان المسلمين، يا جماعه نحن في دوله اصبحت استعادت قوتها مره اخرى. كويس، اللي يغلط يتعاقب بصرف النظر بقى، وهي دي المشكله اللي عامله كله في دماغ الجماعه الارهابيه. لما يجي مثلا اعلامي يغلط، كويس، فيتعاقب
او يتحاسب. فيقول لك شفته رغم ان انت بتأيد النظام وبتطبل وبتعمل، بس شفت عملوا فيك ايه؟ هو ايه يعني لو حد اخطأ فما يتعاقبش عشان هو مؤيد للمشروع بتاع 30 يونيو او مؤيد حتى للسيسي بشكل شخصي؟ عايزينها تمشي كده؟ ما هي دي مساله غريبه جدا. يعني داعيه اخطا، هذا الداعيه ضد الاخوان ومع النظام، اعلامي اهو اعلامي اخطا مع النظام وضد الاخوان، فلما يتعاقب يبقى انت كده الدوله بتاكل ولادها. مش عصابه، ده تفكير عصابات. يعني لما تيجي تقول انه محمد سعيد رسلان بعد ما كان مؤيد وهاجم الاخوان والوقت بتعاقب، ده تفكير عصابه مش تفكير دوله محترمه. ليه؟ هنا كل المواطنين داخل مصر سواء، بتخطئ بتعاقب. لو النهارده في خطا وخطا حقيقي حصل وجي قال لك لا انت المجلس الاعلى للاعلام على سبيل المثال، من حقه انه يجي يحقق في شكوى مثلا متقدمه ضد البرنامج ده ويقول لك لا ايقاف البرنامج او ايقاف محمد الباقي. اطلع انا اقول يا جماعه ليه كده بتعملوا معايا كده؟ ده انا مؤيد للنظام. هو انا هاخد ثمن تأييدي؟ يعني هاخد ثمن تأييدي؟ انا مقتنع بده وبعمل ده عن قناعه، وفي نفس الوقت مواطن اخضع للقانون. لا الداعيه على راسه ريشه ولا الاعلامي على راسه ريشه، لما حد يغلط بيغلط. كويس، بس المسألة أكبر من كده. يعني وزارة الأوقاف قالت محمد سعيد رسلان يقف لأنه عنده أخطاء. إحنا كنا بنطالب بأنه هذا الرجل أخطأ، وهذا الرجل هو بيقول إيه؟ أنا لا مدخلي ولا جامي، واللي هم السلفيين يفهموا ده كويس، أنا لا مدخلي ولا جامي، أنا أسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أنتوا مليون شكل ومليون طريقة ومليون أداء،